خير اختي زينب. صباح الخير اختي زينب. صباح الخير كي السبه. ما هو اليوم نهار الاول نتاع دروس نحو ال نحو الومية. نحو الومية زعما نمشي ولا فك عليا توا هكا امي فضيلة تقوليش خايفة. امي قلتش عليها من نهار الاول نتاع دخول المدرسة. نسي انت لا تندمني. يا حال انت كورشت. تعرف امي فضيله والله باش تخلي علينا بلاصه اول مره ملي عرست باش نلقى روحي وحدي في الدار هكا توا لكليب كعبه العظام العربي المغرفه عسل الاخره تشد بها قلبك دي كاس الحليب نتاعك ما تمسوش والله ما عيني قولي يا عزه بلا انت باش تولي تتلهي بالفطور والعشاء منين اختي زينب واش خاص ماك تعرف ما يلزمنيش نتحرك من دار نانا وزيد نطيب لها فطورها معايا في كوجينتها